بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أخبرني عامر بن سعد عن أبيه سعد رضي الله عنه أنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطًا أن يعطاهم من المال وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلًا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، ذلك الرجل أعجبهم إلي، يعني أنه كان على خير، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، أي كلمته سرًا، هذا من الآداب الشرعية، يعني ما كلمه علنًا بل كلمه سرًا بينه وبينه، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ أي لم تعطه، والله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما، يعني قل أراه مسلما، لأن الإيمان عظيم، فقد يكون الإنسان مسلم وإيمانه ضعيف، فلهذا قال: أو مسلما، قل مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، أي من ذلك الرجل، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ أي لم تعطه، فوالله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. أعطي الرجل تأليفا لقلبه، إيمانه ضعيف لتقوى إيمانه، وهذا الذي ما أعطيته الله أكرمه بالإيمان فهو لا يتأثر إذا لم يعط. إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه، يعني إذا ما أعطيته ربما ينافق أو يرتد. وفي حديث الحلواني تكرار القول مرتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعض الناس تأليفا لقلوبهم ويترك بعض الناس لما أكرمهم الله من الإيمان والثبات صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان حاء، وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن أخي بن شهاب حاء، وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد على معنى حديث صالح عن الزهري. قال النووي رحمه الله: فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، مخافة أن يكبه الله في النار. معناه أني أعطي ناساً مؤلفة في إيمانهم ضعف، لو لم أعطهم كفروا فيكبهم الله في النار، وأترك أقواماً هم أحب إلي من الذي أعطيتهم، ولا أتركهم احتقاراً، ولا أتركهم احتقاراً لهم، ولا لنقص في دين، ولا لنقص دينهم، ولا إهمالاً لجانبهم، بل أكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من النور والإيمان التام، وأثق بأنهم
لا يتزلزل إيمانهم لكماله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال: سمعت محمد بن سعد يحدث بهذا الحديث، يعني حديث الزهري الذي ذكرنا، فقال في حديثه: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي، يعني محبة وشفقة، ثم قال: أقتالا أي سعد؟ أي تريد أن تقاتل؟ إني لأعطي الرجل، يعني وغيره، أحب إلي منه، صلوات الله وسلامه عليه. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناساً من الأنصار رضي الله عنهم قالوا يوم حنين، يوم غزوة حنين، حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال هوازن، من أموال هوازن ما أفاء، فطفق، أي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالاً من قريش 100 من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، أي نحن جاهدناهم. قال أنس بن مالك: فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم، يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالة أولئك، فأرسل إلى الأنصار، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار رضي الله عنهم، فجمعهم في قبة من أدم، أي في خيمة من جلد، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما حديث بلغني عنكم؟ فقال له فقهاء الأنصار، أي المتعلمون الفاهمون: أما ذو رأينا، يعني العقلاء منا يا رسول الله، فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم شبان مستعجلون، قالوا: يغفر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائه، أي نحن جاهدناهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر أتألفهم، يعني أنهم أسلموا قريباً، فأعطيهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم أيها الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لما تنقلبون به، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، خير مما ينقلبون به، أي من الشاء والإبل ونحو ذلك. فقالوا: بلى يا رسول الله، قد رضينا. قال: فإنكم ستجدون أثرة شديدة، يعني من يأتي بعدي يقدم غيركم عليكم. قال النووي رحمه الله: والأثر الاستئثار بالمشترك، أي يستأثر عليكم ويفضل عليكم غيركم بغير حق. فإنكم ستجدون أثرة شديدة، أي بعدي من يقدم عليكم، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإني على الحوض. قالوا: سنصبر، رضي الله تعالى عنهم. حدثنا حسن الحسن الحلواني وعبد بن حميد قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب، حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما أفاء الله على رسوله
صلى الله عليه وسلم ما أفاء من أموال هوازن، واختص الحديث بمثله، غير أنه قال: قال أنس رضي الله عنه: فلم نصبر، وقال: فأما أناس حديثة أسنانهم، أي شبان، هم الذين تكلموا. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه، وساق الحديث بمثله، إلا أنه قال: قال أنس رضي الله عنه: قالوا نصبر، كرواية يونس عن الزهري. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار رضي الله عنهم، فقال: أفيكم أحد من غيركم؟ يعني من غير الأنصار. فقالوا: لا، إلا ابن أخت لنا، إن معنا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابن أخت القوم منهم، يعني لا بأس. فقال: إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، يعني كانوا كفار وقوتلوا، وإني أردت أن أجبرهم، يعني أعطيهم هذا المال وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ الأنصار رضي الله عنهم: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، أي أنا معكم صلى الله عليه وسلم. طيب خاطرهم وذكر أنه معهم صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما فتحت مكة سنة 8 من الهجرة في رمضان، قسم الغنائم في قريش، فقالت الأنصار: إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دمائهم، يعني قاتلناهم في سبيل الله، وإن غنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم، فقال: ما الذي بلغني عنكم؟ قالوا: هو الذي بلغك، وكانوا لا يكذبون. قال: أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار، أي أنا معكم صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا محمد بن المثنى وإبراهيم بن محمد بن عرعرة، يزيد أحدهما على الآخر الحرف بعد الحرف، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد ابن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بذراريهم، أي أولادهم ونعمهم إبلهم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 10,000، ومعه الطلقاء الذين أسلموا يوم الفتح، فأدبروا عنه، أي ذهبوا حتى بقي وحده صلى الله عليه وسلم. قال: فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما شيئا، قال: فالتفت عن يمينه فقال: يا معشر الأنصار. فقالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. قال: ثم التفت عن يساره فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. قال: وهو النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء، فنزل عن البغلة فقال: أنا عبد الله ورسوله.
صلى الله عليه وسلم، فانهزم المشركون وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء الذين أسلموا يوم الفتح، ولم يعطي الأنصار شيئا، فقالت الأنصار: إذا كانت الشدة فنحن ندعى، يعني عند الجهاد، وتعطى الغنائم غيرنا. فبلغه ذلك فجمعهم في قبة، أي في خيمة، فقال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا. فقال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، رضينا. قال: فقال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار رضي الله عنهم. قال هشام: فقلت: يا أبا حمزة، أنت شاهد ذاك؟ قال: وأين أغيب عنه؟ يعني أنس رضي الله عنه. حدثنا عبيد الله بن معاذ وحامد بن عمر ومحمد بن عبد الأعلى. قال ابن معاذ: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: حدثني السميط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: افتتحنا مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة، ثم إنا غزونا حنينا، فجاء المشركون بأحسن صفوف، بأحسن صفوف رأيت. قال: فصفت الخيل، ثم صفت المقاتلة المجاهدون، ثم صفت النساء من وراء ذلك، ثم صفت الغنم، ثم صفت النعم الإبل. قال: ونحن بشر كثير قد بلغنا 6000، وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد، فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا، فلم نلبث أن انكشفت خيلنا، أي انهزمت وفرت، وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس. قال: فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا للمهاجرين، يا للمهاجرين. ثم قال: يا للأنصار، يا للأنصار. قال أنس رضي الله عنه: هذا حديث عمية. قال النووي رحمه الله: هذه اللفظة ضبطوها في صحيح مسلم على أوجه، أحدها عمية بكسر العين والميم وتشديد الميم والياء. قال القاضي رحمه الله: كذا روينا هذا الحرف عن عامة شيوخنا. قال: وفسر بالشدة، عمية يعني حال شديد. وهو الثاني، والقول الثاني عمية إلا أنه بضم العين، والثالث عمية فتح العين وكسر الميم المشددة وتخفيف الياء وبعدها هاء السكت، أي حدثني به عمي. عمية يعني حدثني بهذا الحديث عمي. قال: قلنا لبيك يا رسول الله. قال: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأيم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله. قال: فقبضنا ذلك المال، ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 40 ليلة، ثم رجعنا إلى مكة فنزلنا. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100 من الإبل، ثم ذكر باقي الحديث، يعني تأليفا لقلوبهم، كنحو حديث قتادة وأبي التياح وهشام بن زيد، يعني أعطاهم لأنهم أسلموا يوم الفتح، أعطاهم تأليفا لقلوبهم صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل،
وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك أي أقل من 100. فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100، يعني تأليفا لقلوبهم. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل رضي الله عنه، وساق الحديث بنحوه. وزاد وأعطى علقمة بن علاثة 100. وحدثنا خالد مخلد بن خالد الشعيري حدثنا سفيان حدثني عمر بن سعد بهذا الإسناد، ولم يذكر في الحديث علقمة بن علاثة ولا صفوان بن أمية، ولم يذكر الشعر في حديثه. حدثنا سريج بن يونس حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنينا قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم، فبلغه أن الأنصار رضي الله عنهم يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة أي فقراء فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، ويقولون الله ورسوله أمن، أي المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: ألا تجيبوني؟ فقالوا: الله ورسوله أمن، أي المنة والإحسان. فقال: أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا، وكان من الأمر كذا وكذا لأشياء عددها، زعم عمرو أن لا يحفظها. فقال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء غنم والإبل، وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ الأنصار شعار، الشعار هو الثوب الملاصق للجسد، والناس الدثار أي فوق ذلك، يعني أنكم أنتم المخلصون الخاصون، ولولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، إنكم ستلقون بعدي أثرة، أي غير بعدي يقدم عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: الشعار الثوب الذي يلي الجسد لاصق بالجسد، والدثار فوقه، أي الثوب الذي فوق الأول. ومعنى الحديث: الأنصار هم البطانة والخاصة والأصفياء وألصق بي من سائر الناس، وهذا من مناقبهم أي فضائل الأنصار رضي الله عنهم الظاهرة وفضائلهم الباهرة رضي الله تعالى عنهم. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر، أي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً في القسمة، يعني تأليفاً لقلوبهم، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناساً من أشراف العرب، وآثرهم أي فضلهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله، يعني
عاب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: فأتيته، أي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بما قال. قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف. قال النووي رحمه الله: هو صبغ أحمر يصبغ به الجلود. الصرف صبغ أحمر يصبغ به الجلود، يعني احمر وجهه مما سمع من هذا الكلام الباطل. ثم قال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ إذا كان الله ورسوله لم يعدل فمن يعدل؟ قال ثم قال: يرحم الله موسى عليه السلام قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال: قلت: لا جرم، أي حقا لا أرفع إليه بعدها حديثا، أي لا يخبره بعد، لا أخبره مرة أخرى صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، أي مالا، فقال رجل: إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، يعني عاب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فساررته، أي قلت له سرا أن فلان قال كذا وكذا، فغضب من ذلك غضبا شديدا واحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكره له. قال ثم قال: قد أوذي موسى عليه السلام بأكثر من هذا فصبر صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، اسم مكان، منصرفه من حنين، وفي ثوب بلال فضة رضي الله عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس. فقال ذلك الرجل: يا محمد صلى الله عليه وسلم اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال معاذ الله، يعني لا تقتله، أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، يعني إذا قتلته يكون فتنة، الناس ينقلون الخبر بغير وجهه فيقولون محمد يقتل أصحابه فينفر الناس، فلذلك صبر صلى الله عليه وسلم. قال: دعني يا رسول الله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق الذي عاب على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا الرجل وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني يقرؤون القرآن باللسان وليس في القلب إيمان والعياذ بالله، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، نعوذ بالله. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني قرة بن خالد، حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانم، وساق الحديث. حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها
يعني قطعة ذهب لاصق بها التراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر، يعني تأليفاً لقلوبهم: الأقرع ابن حابس الحنظلي، وعيينة ابن بدر الفزاري، وعلقمة ابن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش فقالوا: أيعطي صناديد نجد، أي رؤساء نجد، ويدعنا يتركنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم، أي تأليفاً لقلوبهم حتى يثبت الإيمان في قلوبهم. فجاء رجل كث اللحية، أي عظيم اللحية، مشرف الوجنتين، يعني مرتفع الوجنتين، غائر العينين، أي عيناه غائرتين، ناتئ الجبين، أي مرتفع الجبين، محلوق الرأس. فقال: اتق الله يا محمد، يعني رجل سوء اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيت؟ أيأمنني على أهل الأرض؟ الله يأمنني على أهل الأرض، ولا تأمنوني. قال: ثم أدبر الرجل، أي ولى ذاهبا، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئي هذا. قال النووي رحمه الله: قالوا، أي أهل اللغة، ولأصل الشيء أسماء كثيرة، منها الضئضئي، يعني من ضئضئي هذا، أي من أصل هذا، ولأصل الشيء أسماء كثيرة، منها الضئضئي بالمعجمتين والمهملتين. إن من ضئضئي هذا، أي من أصل هذا، قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني يقرؤون باللسان وليس في قلوبهم إيمان، نعوذ بالله، يقتلون أهل الإسلام ويدعون يتركون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام، أي يخرجون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني قتلا شديدا. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة، أي بقطعة ذهب في أديم مقروض، أي في جلد قد غسل بالقرض، نظف بالقرض، في أديم أي جلد مقروض أي مدبوغ بالقرض، لم تحصل من ترابها، يعني لاصق فيها التراب، لم تحصل من ترابها. قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة ابن حصن، والأقرع ابن حابس، وزيد الخيل، والرابع إما علقمة بن علاثة، وإما عامر بن الطفيل، يعني تأليفاً لقلوبهم. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الله يتمنني، يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءً. قال: فقام رجل غائر العينين، يعني عيناه داخلتان، مشرف الوجنتين، يعني مرتفع الوجنة وهو أعلى الخد، ناشز الجبهة، أي جبهته ظاهرة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار. فقال: يا رسول الله اتق الله، يعني اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتق الله؟ قال: ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصلٍ
يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أُمر أن أنقب، أي أشق عن قلوب الناس، لنا الظاهر، ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه، إلى ذلك الرجل وهو مقفٍ أي ذاهب، فقال: إنه يخرج من ضئضي هذا، أي من أصل هذا، قومٌ يتلون كتاب الله رطبًا لا يجاوز حناجرهم، أن يقرؤونه باللسان، يمرقون من الدين، أي يخرجون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، نعوذ بالله. قال: أظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، يعني قتلًا شديدًا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد، قال: وعلقمة بن علاثة، ولم يذكر عامر بن الطفيل، وقال: ناتئ الجبهة، يعني بارز الجبهة، ولم يقل ناشز، وزاد: فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا. قال: ثم أدبر. فقام إليه خالد رضي الله عنه سيف الله، فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا. فقال: إنه سيخرج من ضئضي هذا، أي من أصل هذا، قوم يتلون كتاب الله لينا رطبا، يعني ولكن ليس في قلوبهم إيمان، نعوذ بالله. قال: قال عمارة: حسبته قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، أي قتلا شديدا. وحدثنا ابن نمير، حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد، وقال: بين أربعة نفر: زيد الخير، والأقرع بن حابس، وعيينة بن حسن، وعلقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل. وقال في وصف ذلك الرجل: ناشز الجبهة، أي مرتفع الجبهة، كرواية عبد الواحد. وقال: إنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي من أصل هذا، قوم، ولم يذكر: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فسألاه عن الحرورية، الحرورية الخوارج الذين قاتلوا عليا رضي الله عنه، مبتدعون ضالون، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها؟ قال: لا أدري من الحرورية، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة، ولم يقل منها، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاته، أن يصلون كثير نوافل، فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يعني باللسان فوق، ليس في قلوبهم إيمان، عياذا بالله، يمرقون من الدين، أي يخرجون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه، إلى نصله، إلى رصافه، يعني أدوات السهم، فيتمارى، أي يجادل في الفوقة، هل علق بها من الدم شيء؟ يعني يخرجون خروج نهائي كما يخرج السهم من الرمية ولا يلصق به أثر. قال النووي رحمه الله: الرصاف بكسر الراء وبالصاد المهملة، وهو مدخل النصل، المكان الذي يدخل منه النصل، الرصاف وهو مدخل النصل من السهم، والنصل هو حديدة السهم، والقدح عوده، والقدد ريش السهم، والفوق والفوقة هو الحذ الذي يجعل فيه الوتر، والنضري هو القدح، يعني لا يلصق بهذا، لا يلصق الدم بهذه الأعضاء، يعني يخرج خروج نهائي، فهكذا هؤلاء يخرجون من الدين، نعوذ بالله. حدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب
أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حاء وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن الفهري قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة، هذا لقب الرجل الذي عاب على النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال يا رسول الله أعدل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إن لم أعدل، قال خبت وخسرت إن لم أعدل، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، أي يصلون كثير تطوع، وصيامه مع صيامهم يصومون تطوع كثير، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، نعوذ بالله، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، يعني أثر الدم، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، أي أثر الدم، ثم ينظر إلى نظيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح العود، ثم ينظر إلى قذذه أي الريش فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم، يعني خرجوا خروجا نهائيا، آيتهم أي علامتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، العضد ما فوق المرفق، يعني أحد عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة، تدردر أي تتحرك، يخرجون على حين فرقة من الناس، قال أبو سعيد رضي الله عنه فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس، أي ذلك الرجل الذي وصف بأن إحدى يديه كثدي المرأة، فالتمس أي بحث عن ذلك الرجل فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعتي أي على وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت، وحدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق، يعني علامتهم أن يحلقوا الشعر يحلقوا رؤوسهم، قال هم شر الخلق أو من أشر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق أقرب الطائفتين إلى الحق، قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا، الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض فينظر في النصل فلا يرى بصيرة أي أثرا من الدم، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة أي أثرا من الدم، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة، قال أبو سعيد رضي الله عنه وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق، هذه الفتن التي وقعت. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا القاسم وهو ابن الفضل الحداني حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة أي يخرج قوم مارقة عن دين مارقة عند فرقة من الناس يقتلها أولى الطائفتين بالحق، قال النووي رحمه الله هذه الروايات صريحة في أن علياً رضي الله عنه كان هو المصيب المحق. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا القاسم وهو ابن الفضل الحداني حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون في أمتي فرقتان فتخرج من بينهما فارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة في فرقة من الناس فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر فيه قوما يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله بن سعيد الأشد جميعا عن وكيع قال الأشد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، يعني لا أكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان أي شبان سفهاء الأحلام أي ضعفاء العقل يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وأبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب قالوا حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديثهما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا ابن علي وحماد بن زيد حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لهما قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد، يعني إحدى يديه قصيرة مثل ثدي المرأة، فيهم رجل مخدج اليد يعني قصير اليد أو مودن اليد أو مسدون اليد، لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقاتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن عبيدة قال حميد قال ألا أحدثكم؟ لا أحدثكم إلا ما سمعت منه. فذكر عن علي رضي الله عنه نحو حديث أيوب مرفوعا.
حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق ابن همام، حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان، حدثنا سلمة بن كهيل، حدثني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يعني يكثرون القراءة، ولا صلاتكم مع صلاتهم بشيء، أن يصلون تطوع كثير، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، أن يصوموا تطوع كثير، ويقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعوذ بالله، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلاً له عضد وهو ما فوق المرفق، وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض، فتذهبون إلى معاوية رضي الله عنه وأهل الشام، وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم. والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس أي في أموالهم، فيسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى قال: مررنا على قنطرة، عن الجسر، فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم القوم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها أي من بيوتها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. فرجعوا فوحشوا برماحهم، قال النووي: أي رموا بها عن بعد، وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم. قال: وقتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم المخدج، يعني الذي إحدى يديه من العضد، فالتمسوه فلم يجدوه، فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، قال: أخروهم. فوجدوه أي ذلك الرجل مما إلى الأرض، فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فقام إليه عبيدة السلمان فقال: يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له. حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية أي الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا: لا حكم إلا لله. قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، لا حكم إلا لله، كلمة حق ولكن أرادوا غير ذلك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناساً إني لا أعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه: من أبغض خلق الله إليه منهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي. فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئاً، فقال: ارجعوا، فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثا. ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه،
قال عبيد الله وأنا حاضر ذلك من أمرهم، وقول علي رضي الله عنه فيهم. زاد يونس في روايته قال بكير وحدثني رجل عن ابن حنين أنه قال رأيت ذلك الأسود. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. فقال ابن الصامت فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخ الحكم بن الغفاري، قلت ما حديث سمعته من أبي ذر رضي الله عنه كذا وكذا، فذكرت له هذا الحديث، فقال وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسر عن الشيباني عن وسير بن عمرو قال سألت سهل بن حنيف رضي الله عنه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ فقال سمعته وأشار بيده نحو المشرق، قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو وتراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وحدثناه أبو كامل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا سليمان الشيباني بهذا الإسناد وقال يخرج منه أقوام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن يزيد، قال أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب، حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن أسير بن عمرو عن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم، يعني الخوارج والعياذ بالله الذين قاتلوا عليا رضي الله عنه وانتصر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله لا يصح، صفحة 63، لا يصح صيام رمضان إلا بنية من الليل. صوم الفرض لا بد أن تنويه من الليل، والنية محلها القلب، يعني يقصد صيام غد بقلبه. صيام الفرض لا بد أن تنويه ليلا. ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب كالكفارة وغيره إلا بنية من الليل لكل يوم. روت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، يعني يقصد بقلبه من الليل. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، فيجب أن ينوي الصيام ليلا يعني بقلبه. ومن نوى الصوم من الليل ثم أتى بعد النية من الليل بما يبطل الصيام كالأكل لم تبطل النية لظاهر الخبر، ولأن الله أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت به فات محلها. ومن خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى، لأن النية محلها القلب، والأكل والشرب من نية الصوم نية. إذا تسحر لأجل الصيام هذا يكفي للنية. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم ولو، يعني يكفي في النية، ولو نوت حائض أو نفساء صوم غد وقد عرفت
أنها تطهر ليلاً صح لمشقة المقارنة، والله أعلم. المرأة الحائض أو النفساء إذا كان عندها علامات أنها ستطهر بالليل، عندها علامات ستطهر بالليل، فيجوز أن تنوي الصيام لأنها تعلم أنها تطهر بالليل. ولو نوت حائض أو نفساء صوم غد وقد عرفت أنها تطهر ليلا صح لمشقة المقارنة، والله أعلم. وأما إذا لم تطهر فلا يصح. حكم صوم التطوع بنية من النهار. صوم التطوع يصح ولو كان النية بالنهار، لكن بشرط أن يكون ما أكل شيء من الفجر، بشرط أن يكون ما أكل ولا شرب من الفجر، لكن النية تأخرت في الظهر نوى يصح لأنه ما أكل ولا شرب من الفجر ويريد صوم التطوع ونوى في الظهر صح صومه لأنه تطوع ولأنه لم يتناول شيئا من الفجر. ويصح صوم التطوع بنية من النهار قبل الزوال وبعده، لما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ يعني طعام. فقلنا: لا. فقال: فإني إذن صائم. وكان ما أكل شيء من الفجر. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس، وهو سمن وتمر ولبن، أهدي لنا حيث. فقال: أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل. صوم التطوع إذا كان من الفجر ما أكل ولا شرب ولو نوى الصيام بعد ذلك يصح صوم التطوع، أما الفرض لا بد النية من الليل. وكذلك صوم التطوع يجوز أن يفطر. وزاد النسائي رحمه الله ثم قال: النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها أي تصدق بها، وإن شاء حبسها. فهكذا صوم التطوع، إن شاء يكمل وإن شاء يفطر. ومن لفظ له أيضا قال: يا عائشة، إنما منزلة صوم في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل منها بما شاء فأمسك. قال البخاري رحمه الله: وقالت أم الدرداء رضي الله عنها: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا. قال: فإني صائم يومي. قال: وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. ويحكم بالصوم المثاب عليه من وقت النية، لكن الثواب من وقت النية، لحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وما قبله، ما قبل النية، لم يوجد فيه قصد القربة، لكن يشترط أن لا يوجد مناف غير نية الإفطار، اقتصاراً على مقتضى الدليل، ونظراً إلى أن الإمساك هو المقصود الأعظم فلا يعفى عنه أصلاً. فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يجوز الصوم، إذا كان أكل شيء أو شرب من الفجر ما يصح الصوم، لا بد أن يكون لم يأكل ولم يشرب من الفجر ثم تأخرت النية فنوى، فيجوز صوم التطوع. ويصح تطوع حائض ونفساء طهرت في يوم يصوم بقيته، الحائض والنفساء إذا طهرت في النهار وتريد أن تصوم تطوع طهرت في اليوم
وتريد أن تصوم تطوع التطوع ويصح تطوع حائض ونفساء طهرت في يوم بصوم بقيته، إذا كان طهرت من أول اليوم من أول النهار ثم نوت الصيام يصح تطوع. وتطوع كافر أسلم في يوم، كذلك الكافر إذا أسلم ولم يأكل شيء من الفجر وأراد أن يصوم ذلك اليوم تطوعا صح. وتطوع كافر أسلم في يوم لم يأتي فيه بمفسد من أكل أو شرب ونحوهما، يعني التطوع وهو لم يأكل شيء من الفجر. وإن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك عن مفسدات الصوم. الصبي إذا بلغ في النهار يمسك بقية اليوم ويقضي فيما بعد، لأنه لما بلغ فرض على الصوم فيمسك بقية اليوم ويقضي ذلك اليوم فيما بعد. وكذلك الكافر لو أسلم في النهار في رمضان يمسك هذا اليوم ويقضيه ما بعد. أو مجنون عافاه الله في أثناء النهار يمسك بقية اليوم ثم يقضي، لزمهم الإمساك عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح. وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم مسافر مفطر فعليهم الإمساك والقضاء. إذا طهرت الحائض في أثناء النهار وجب عليها الإمساك وتقضي ذلك اليوم، كذلك النفساء طهرت في أثناء النهار من رمضان تمسك بقية اليوم وتقضي بعد ذلك. وكذلك المسافر إذا وصل البلد يمسك بقية يومه ويقضي، لأنه إذا وصل البلد انتهت الرخصة فيمسك بقية يومه ويقضي فيما بعد، فعليهم الإمساك والقضاء. ولا خلاف في وجوب القضاء عليهم لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني قضاء من أيام أخر. ولقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم. الحائض تقضي أيام الحيض بعد ذلك، تفطر في أيام الحيض وتقضي فيما بعد. وكذا الحكم في المريض إذا صح في أثناء النهار وكان مفطراً، المريض إذا زال مرضه في أثناء النهار يمسك بقية يومه ويقضي. ويسن الفطر لمسافر يباح له القصر، المسافر إذا سافر مسافة قصر يجوز له الفطر، ولمريض يجوز للمريض الفطر ويقضي فيما بعد، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي يقضي في عدة أيام أخر. ولحديث: ليس من البر الصيام في السفر، إذا كان هناك مشقة فافطر في السفر وتقضي فيما بعد. وفي رواية أخرى: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، وإن صام المسافر أجزأ. ولحديث: هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، يعني أفطر في السفر ثم يقضي، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وعن حمزة بن عمرو
الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. يجوز للمسافر أن يفطر ويجوز أن يصوم، فإذا أفطر يقضي فيما بعد. قال: ويباح الفطر لحاضر سافر في أثناء النهار. رجل حاضر لكن سفر في أثناء النهار، فإذا سافر جاز له الفطر. ويباح الفطر لحاضر سافر في أثناء النهار، لحديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه ركب في سفينة من الفسطاط اسم بلد في شهر رمضان، فدفع ثم قرب غداءه، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال: اقترب. قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. فالمسافر إذا سافر جاز له الفطر ثم يقضي فيما بعد إذا كان في رمضان. وإن صام المسافر أجزأه، لحديث هي رخصة، الفطر في السفر رخصة، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ويباح الفطر لحامل ومرضع إذا خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان، كالمريض الخائف على نفسه. المرأة الحامل في رمضان إذا خافت على الولد أنه يضره، أو المرضع إذا خافت أن يقل اللبن على الطفل، فيجوز لهما إذا خافتا على أنفسهما، إذا خافت على نفسها فيفطران ويقضيان. إذا خافت على نفسها تفطر وتقضي الحامل والمرضع، إذا خافت على الولد، إذا خافت على نفسها تفطر وتقضي الحامل والمرضع، إذا خافت على نفسها تفطر وتقضي. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا. وأما إذا خافت على الولد، الحامل خافت على الولد أو المرضع خافت على الولد، لم تخف على نفسها إنما خافت على الولد، فتفطر وتقضي. وأما إذا لم تخف على نفسها فعليها أيضا إطعام مسكين، لأنها خافت على نفسها. إذا لم تخف على إذا خافت على نفسها وأفطرت تقضي وتطعم مكان كل يوم مسكين. وأما إذا خافت على الولد فتفطر وتقضي فقط. ويباح الفطر لحامل ومرضع إذا خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان، كالمريض الخائف على نفسه. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا. ولزم ولي الولد إطعام مسكين لكل يوم. أبو الطفل إذا كانت تخاف على الطفل وأفطرت تقضي، وعلى ولي الطفل أن يطعم مكان كل يوم مسكين إذا خافت على الولد. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا، ولزم الولي الولد إطعام مسكين لكل يوم، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذا خافت على الولد تفطر وتطعم، يطعم ولي الطفل كان كل يوم مسكين، وتقضي فيما بعد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة، يعني العجوز الذي الشيخ الكبير الذي لا يقدر أن يصوم، والمرأة العجوز التي لا تقدر على أن تصوم، يطيق أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، يعني كيلو ونص بر أو رز، والحبلى
والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. وأما إن خافت على نفسها الحامل والمرضع فعليها القضاء فقط، أما إذا خافت على الولد عليها القضاء وتطعم مكان كل يوم مسكينا. وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، أفطر في رمضان بالسفر أو بالمرض، ولكن يريد أن يقضي أياما كانت قبل ذلك، هذا لا يمكن. رمضان لا تصوم فيه إلا رمضان نفسه، وأما صيام غير ذلك وأنت تفطر وتصوم تنوي الصيام لأيام قبل ذلك هذا لا يصح. وليس لمن جاز له الفطر في رمضان أن يصوم غيره فيه، لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة، كغرق، إذا رأيت رجلا يغرق في البحر وأنت صائم يجوز لك تفطر لتنقذ هذا الذي يريد أن يغرق. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه. ويجب الفطر على الحائض والنفساء، لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه. الحائض والنفساء لا يصح صومهما ويجب عليهما القضاء. قضاء الصيام. وأما أيام الحيض الصلاة معفو عنه، وأما الصيام تقضيه الحائض والنفساء. من عرض له جنون أو إغماء، نسأل الله العافية، ومن نوى الصوم ثم جن صار مجنون أو أغمي عليه صار لا يدري عن نفسه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، فعليه أن يقضي ذلك اليوم، لأن الصوم الإمساك مع النية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له، يعني جزاؤه معروف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. اللهم تقبل منا واغفر لنا. فأجر الصيام عظيم لا يعلمه إلا الله، فأضاف الترك إليه وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه، فلم يجز، والنية وحدها لا تجزي، يعني المجنون لا يصح صومه، والمغمى عليه النهار كله لا يصح صومه بل عليه القضاء. ويصح الصوم ممن أفاق جزءا منه، أما إذا أفاق جزء من النهار صح صومه حيث نوى ليلا لصحة إضافة الترك إليه إذن. ويفارق الجنون الحيض، فإن بأنه لا يمنع الوجوب، الحيض لا يمنع الوجوب ولكن يلزم القضاء، أما المجنون فلا يجب عليه الصوم. ويفارق الجنون الحيض بأنه لا يمنع الوجوب بل يمنع الصحة ويحرم فعله. الحائض لا يجوز لها أن تصوم ويحرم عليها الصيام ويلزمها القضاء. ويصح صوم من نام جميع النهار، لأن النوم عادة لا يزول، ولكن لا بد أن يوصي من يوقظه في أوقات الصلاة. ويصح صوم من نام جميع النهار، لأن النوم عادة لا يزول الإحساس به بالكلية، لأنه متى نبه انتبه،
ويقضي مغمى عليه، الذي أغمي عليه يقضي فيما بعد، ويقضي مغمى عليه زمن إغمائه لأنه مكلف، ولأن مدة الإغماء لا تطول غالبا ولا تثبت الولاية عليه، ولا يقضي مجنون زمن جنونه لعدم تكليفه. الأيام التي كان فيها مجنون لا يلزمه، لأن المجنون مرفوع عنه القلم. موعظة إخواني، إن الغفلة عن الله مصيبة عظيمة، نعوذ بالله. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فمن غفل عن ذكر الله وألهته الدنيا عن العمل للدار الآخرة، أنساه العمل لمصالح نفسه، فلا يسعى لها بما فيه نفعها، ولا يأخذ في أسباب سعادتها وإصلاحها وما يكملها، وينسى كذلك من أمراض نفسه وقلبه وآلامه، فلا يخطر بباله معالجتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول إلى الهلاك والدمار. وهذا من أعظم العقوبات، فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وحياتها الأبدية. فإن النعيم المقيم، ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن كثيرا من الخلق قد نسوا أنفسهم وضيعوها وأضاعوا حظها وباعوها بثمن بخس بيع المغبون، ويظهر ذلك عند الموت، ويتجلى ذلك كله يوم التغابن، يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم أعذنا من الغفلة. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة ولا يقبل الإيمان من الكافر. فعلينا أن نعجل بالتوبة ونتوب إلى الله. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا طلعت الشمس من مغربها أو وصلت الروح الحلقوم لا تقبل التوبة. إنها لحسرة على كل ذي غفلة دونها كل حسرة. هؤلاء هم الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. اللهم علق قلوبنا برجائك، واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لسلوك سبيل عبادك الأخيار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.